يبدو أن بوصلة معركة التحرير في الساحل الغربي تشهد تطوراً لافتاً بعد إعلان الجيش الوطني تحرير معسكر العمري، أحد الأبواب العسكرية المهمة وأبرز خطوط الإمداد في الساحل الغربي بمديرية ذباب. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد بري وبحري وجوي من قوات التحالف تمكنت من استعادة المعسكر وتحرير جبال عدة شرق ذباب وتبة النمر غرب المحافظة بحسب تصريحات الجيش الوطني. المعركة التي أطلق عليها اسم الرمح الذهبي تدور على امتداد الشريط الساحلي الغربي من مضيق باب المندب إلى ذباب، فيما يمتد مسرحها الاستراتيجي إلى المخا. وتبدو المعركة على أشدها خصوصا في الجزء الأول من ميدان المعركة ذي المرتفعات الجبلية المطلة على معسكر العمري ومديرية الوازعية، ويمتاز مسرح العمليات القادمة بسهول مكشوفة على امتداد الشريط الساحلي. الأيام المقبلة كما يقول قادة عسكريون من قلب المعركة ستفصح عن تحولات مهمة في طبيعة المعركة، مؤكدين أن عملية الرمح الذهبي لها ما بعدها من تحولات في إدارة المعركة العسكرية، إذ يعدها الكثير أنها الحرب التي طال انتظارها كونها تستهدف أهم مراكز تمويل وتهريب السلاح للميليشيا. تشير الحسابات العسكرية إلى أنه وفي حال انتزاع السواحل والممرات المائية الحيوية من قبضة الميليشيا وحرمانها من السلاح المهرب سيضيق الخناق على الميليشيا، وتقطع طرق الإمداد الرابطة بين الحديدة وتعز في حال تحرير المخا والمناطق القريبة منه. تحرير الساحل الغربي يمضي محفوفا بآمال وأسئلة كثيرة، إذ يفترض أن يكون مفتاح تحرير محافظة تعز أو هكذا يأمل الكثيرون، وأن لا تتوقف قوات الجيش الوطني هذه المرة على خطوط التماس كما حدث في معركة تحرير عدن وصولا إلى منطقة كرش وترك تعز فريسة للميليشيا للمرة الثانية. أسئلة ستجيب عنها الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة.